شهدت الجولة الجديدة من العطاءات لمشاريع النفط والغاز التي أقيمت على خلفية زيارة رئيس الوزراء محمد الشجاع السوداني إلى الولايات المتحدة غيابا تاما لشركات النفط الأمريكية الكبرى. وبدلا من ذلك أفادت التقارير أن الشركات الصينية كانت الجهة الأجنبية الوحيدة التي حصلت على العقود وهيمنت على جولة التراخيص. وبينما تواصل بغداد الجهود المدعومة من الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على واردات الطاقة من إيران، فإن الاهتمام بحقول الغاز الرئيسية كان باهتاً. جولة التراخيص شملت 29 مشروعاً استكشافياً للنفط والغاز في 12 محافظة، وتأهلت أكثر من 20 شركة للجولة المزايدة التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 13 للشهر الحالي. وكانت الشركات العربية والصينية والأوروبية والعراقية على قائمة الكيانات المؤهلة مسبقاً. وبحسب التقارير فإن 7 شركات صينية فازت بما مجموعه 10 مشاريع، 8 منها لاستكشاف حقول النفط، واثنان آخران من المحتمل أن يحتويا على النفط والغاز، وكلها من أكبر الحقول في العراق. ولم ترد أنباء عن فوز أي شركة نفط أجنبية أخرى بأي عقود. مختصون حذروا من هيمنة بكين على عملية تقديم العطاءات، مشيرين إلى أن هناك فرقا بين الدولة مثل الصين تسيطر بالكامل على نفط العراق، وبين وجود شركات نفط متعددة الجنسيات تستثمر في حقول النفط العراقية. فهل ستؤدي الهيمنة الصينية على الحقول العراقية إلى تصدع العلاقة ما بين بغداد وواشنطن؟